الأطفال الصغيرين دول ما يبقاش عندهم طاقة، إزاي الأطفال دي مصدر الطاقة وإنرجيتك وبيتحركوا، فإزاي الأطفال يبقى عندهم كرونيك فاتيك سيندروم؟ هو ده اللي هنعمله في الشغل. فالديفينيشن على فكرة كلمة إجهاد هي كلمة شكلها بسيطة، لكن هو الديفينيشن كومبلكس، هو مالتي سيستم، يعني كذا سيستم في الجسم داخل فيه، في سيفير فاتيك اجهاد شديد، كوجنتيف ديس اوردر او ديسفانكشن، يعني الموضوع الاجهاد ده مش بيأثر بس على الجسم، بيأثر كمان على التركيز، بيأثر على النوم، بيأثر على وظائف الجسم بتاعتي، علشان كده هو موضوع مهم. طيب هو الكرونيك فاتيك سيندروم هو نفسه الماجيك هيكبالو بايوبسي هو طيب ده اتعرف في امريكا، ده اتعرف في يو كي، مش هو ده الفكره، بس هم ذا سيم، عشان لما تسمعوا الديفينيشن هو ذا سيم. طيب البريفلنس هو على مستوى العالم موجود، اوكي، في الادلت اكتر فعلا، من حوالي 24% ل 34% في الادلت، في الاطفال حوالي من 5 ل 10%، وبدانا نشوف اطفال عندهم متلازمه الاجهاد العام. دي الاي او ام ريبورتد في 2015 ان العدد في امريكا اللي اتشخص كان 2.5 مليون، وكان لسه ستيل ناس كتير اندايجنوز. الايدج كل الايدج ممكن يحصل، يعني مش احنا بس الاجهاد يحصل في الناس الكبيره، لا اني ايدج، ودايما فعلا بيحصل في اليانج والميدل ايدج اكتر من الناس الكبيره. السكس بيحصل في البنات والستات اكتر من الولاد. طيب يحصل كمان في المالنيوتريشن، المالنيوتريشن زي ما احنا عارفين هم حاجتين، هو الاندر نيوتريشن والاوبيس، عشان كده دول كمان بنشوفهم في عياداتنا. الاطفال الاوبيس دول او هم اوبيس لكن ما بياخدوش احتياجاتهم، عندهم مال نيوتريشن لان هم ما بياخدوش المايكرو نيوترين، عندهم مايكرو نيوترين ديفيشنسي. ولقينا ان بعد ما بننزل شويه من الاوبيستي او بنعالج الاوبيستي بنلاقي ان كمان الاجهاد بيقل. طيب الدايجنوزز صعب جدا، مفيش نو سبيسيفيك تيست، مفيش باي ماركر معروف عشان اقول لشخص الشخص ده انه عنده متلازمه الاجهاد العام. وزي ما الدكتوره مروه قالت احنا لازم نسمع عيالنا، احنا دكاتره، فلازم مهم جدا الهيستوري تيكينج، لازم اسمع العيان، لان من الهيستوري اللي انا هاخده ده هاكسكلود حاجات كتير كرونيك ديزيز بتعمل فاتيج، عشان اقدر اقول ان ده متشخص من كرونيك فاتيج مش اي حاجه تانيه. طيب احنا هندفرنشيت ايه؟ لازم الاول زي ما قلت لكم كده نستبعد الكرونيك ديزيز، الدايبيتس، الثايرويد، الانيميا، كل ده بيعمل اجهاد، فلازم استبعد. يبقى لو حد عنده كرونيك ديزيز يبقى مش هو ده عنده متلازمه الاجهاد العام. لازم افرق بين الفاتيك والتايرنس. انا تعبان، تعبان ده واحد شخص طبيعي، انا مش نايمه بقى يومين، شلت الشقه، عملت مجهود، فطبيعي هبقى تايرن، تعبانه. لكن الفاتيك ليه خصائص، الفاتيج ده ممكن يبقى اكيوت، ممكن برولونج، ممكن يبقى كرونيك. اكيوت لو اقل من شهر، برولونج لو من شهر لست شهور. ودي بقى الحاجه المهمه اللي لازم نسمعها في عياداتنا، ان يقول لك انا عندي فاتيج اكتر من ست شهور، سنه، سنتين بعاني من فاتيج، ده بيشخص كرونيك فاتيج سيندروم، يبقى التايم مهم. طيب الكرونيك فاتيج سيندروم في مايل مودريت سيفير، مايل اللي هو بيتعب شويه بس قادر يقوم يعمل فانكشن بتاع حياته، المودريت يعني ينزل شويه ويعتذر شويه، سيفير ده بقى قاعد في البيت على طول، فيري سيفير ده بقى قاعد في البيت مش قادر ياكل، بقى ناس هم اللي ياكلوا، فدي طبعا من الحاجات البردن على الناس. الفايبرمالجيا من اول سيمتوم في الفايبرمالجيا البين، لكن هنا هو مش بين، هو اجهاد، طاقتي مسلوبه، ما عنديش اي تي بي، ما عنديش طاقه، ده الفرق. دايما شفناها ايه الحاجات التريجر اللي شفناها فيها؟ ان اللونج كوفيد، يعني بعد الكوفيد شفنا حاجات كتير قوي قوي قوي، منها الكرونيك فاتيك سيندروم، يعني هو معنى كده انه بيجي بعد فايرال انفكشن مش شرط كوفيد. دي حاجات كتير قوي بيجي يقولها العيان والاطفال، يعني الادلت بيقولوها والاطفال، يقول لك انا بنام كتير واقوم تعبان يا مامي، انا عايز انام تاني، بتلاقوها كتير. وهنلاقي بقى ان حاجات كتير داخله في الموضوع، في تغذيه وفي جيناتك وفي كده، يلا بقى نتكلم شويه. فلازم عشان اشخص كرونيك فاتيك سيندروم قلنا التايمنج لازم يكون اكتر من ست شهور. في حاجه اسمها بوست اكشنال ماليز، يعني ايه؟ يعني انا ممكن شلت شنطه وطالع بيها جبت شوبينج وكده، طالع عمري ما مش هقعد في البيت عشان خاطر شلت شنطه، لكن الناس دي ممكن بسبب شيل الشنطه تقعد اسبوع في السرير ايديها مش عارفه اتحركها. فدي نقطه مهمه جدا، سليب بروبلمز، مش عارفين يناموا كويس، ولو ناموا مهما يناموا ما بياخدوش طاقتهم من النوم، عندهم الحته بتاعت يقوموا يلاقوا الدنيا اسود، عندهم كوجنتيف
اوبشن وحاجات يعني مخهم مش قادرين يفكروا كويس، عندهم برين فوج، ودي حاجه صعبه جدا. يعني حتى الاطفال دي بنلاقي تركيزها في المدارس وحش. طيب اذر سيمتوم زي ايه؟ حاجات هيدك، سور ثروت، الحاجات دي كلها. لان انا بقول ان ممكن يجي بعد فايرال انفكشن، فممكن يبقى في تندر في الليمف نود، ممكن يبقى حاجات كده، ماسل وجوينت بين، وكمان حاجات ديجستيف ايشو، حاجات في المعده وحاجات كده. الكوزز في كوزز كتير قوي، هنحاول نلخصها بسرعه. الكوزز ممكن حاجات نقدر نغيرها وحاجات ما بنغيرهاش. الجينات هنقدر نغيرها؟ اكيد لا. بعض الريسنت ريسيرش انا قريت بيبرز حديثه كلها قالوا ان الناس اللي عندها كرونيك فاتيج والناس اللي ما عندهاش، ان في بعض سيبر جينز لقوها مع الناس اللي عندهم الكونديشن بتاع الكرونيك فاتيج، بس لسه محتاجين ستاديز اكتر. الاميون سيستم، الناس اللي عندها انفكشن اكتر، الناس اللي عندها ريكرنت انفكشن اكتر، دي بيبقى عرضه اكتر للكرونيك فاتيج سندروم. وبرضه دي ريسنت ريسيرش ان الانكريز انفلاميشن وبيحصل تغيير في الاميون ريسبونس. الميكروبيومز، الميكروبيومز كلنا عارفين دلوقتي قد ايه دورها وقد ايه اهميتها، كل الناس عارفه دلوقتي دور الميكروبيومز. احنا دلوقتي الميكروبيومز الديسبايوسز لما بتحصل، ديسبايوسز يعني امبالانس بين الجود بكتيريا والباد بكتيريا، بيعمل حاجات كتير قوي في الهيلث، منها بيعمل فاتي. طيب ودي برضه ريسنت ستادي برضه كانت قايله ان في يعني في علاقه بين الجود بكتيريا والديسبايوسز وبين الفاتي. دي حاجات كتير بتعملها الميتوكوندريا. اكيد الديزيز ده انا بقول لكم مصدر الطاقه، هو مين بيت الطاقه في جسمنا؟ الميتوكوندريا، موجوده في كل سيل، موجوده اكتر فين؟ في المسلز. اكتر مكان موجوده فيها الميتوكوندريا هي المسلز، فالناس دي اكيد بتعاني عندها ميتوكوندريا ديسفانكشن، فدي نقطه مهمه. انتوا عارفين الميتوكوندريا دي حاجات كتير في الايجنج والميتابوليك ديزيز وحاجات كتير قوي، بس بتهمنا هنا الكرونيك فاتيج. زي ما احنا قلنا هي مش موجوده خالص في الار بي سيز، لكن موجوده كتير في المصل. ده دورها لما بيحصل ديس فانكشن اوكسيديف ستريس والحاجات دي كلها، وبيحصل ديكريس في الاي تي بي، وده وحده الطاقه المهمه جدا اللي احنا بنستخدمها في اللي بتبقى ناقص عندنا في الكرونيك فاتيج. انفيرمنتال فاكتور، في ناس كتير قوي بيحصل لها، بيتعرضوا اطفال صغيرين بيتعرضوا في زي ما انا قلت كده انفكشن، فيرال انفكشن، توكسن، الستريس. على فكره الايموشنال ستريس من الحاجات اللي الاطفال دي ممكن تكون سبب كذا تروما، اب مات، البنت بتعاني من حاجات كتير، كل ده ممكن يبقى ده السبب ان يحصل كرونيك فاتيج سيندروم. التريتمنت ازاي؟ احنا اهم حاجه ان احنا بنشتغل، مفيش حد بيشتغل في الكرونيك فاتيج لوحده، مش حاجه اسمها وان مان شو، كلنا تيم بنشتغل مع بعض. يعني انا هقول لكم احنا دكتور الاطفال بيشتغل، دكتور التغذيه بيشتغل، دكتور العلاج الطبيعي بيشتغل، الهيلث كوتشنج بيشتغل، يعني كلنا بنشتغل، حتى دكتور الاعصاب بيشتغل، لان هو قلت زي اول حاجه كده قلت لكم اتس كومبلكس ديزيز وهو مالتي سيستم. طيب التريتمنت اوبشن قلت في المانجمنت اوف ميديسن اللي هو العلاج الدوائي العادي. نو ميديكيشن، ليه نو ميديكيشن؟ احنا اصلا يعني كل الحاجات اللي احنا بنعالجها سيمتوم، عنده بين، عنده اجهاد، عنده الحاجات دي كلها، لكن انا اصلا ما عنديش حاجه سبيسيفيك بشخصها فيه، فما اقدرش اديله ميديكيشن لحاجه معينه، لكن هقدر اديله ميديكيشن في الحاجات اللي ناقصه عنده زي المايكرو نيوترين ديفيشنسي، زي الفيتامينز المينرالز، ساعتها اديله ميديكيشن. دايتري ادفايس، ودي الحته بقى بتاعتنا، تعالوا بقى نتكلم فيها. مهم جدا اقول لكم ان كرونيك فاتيج سندروم الاكل مش بيعالجها بس بيحسنها جامد، يبقى ليها دور مهم. احنا كده قلنا مفيش سبيسيفيك تريتمنت، لكن التغذيه بحد ذاتها بتحسن جدا وبتخليهم يشعروا بنشاط تاني، يبقى مهم جدا نعرف ناكل ايه وما ناكلش ايه ونستبعد ايه. طبعا الاكل بيحسن الانرجي والحاجات دي كلها. تعالوا بقى نقول ايه الحاجات اللي احنا ناخدها. احنا قلنا في الاول ده انفلاميشن في المخ، انفلاميشن في الاعصاب، والانفلاميشن في الماينشس، يبقى انا عايز دايت يكون انتي انفلاماتوري، فزي الميديتيريان دايت ادي انتي انفلاماتوري، ممكن بعض الحاجات اشيل اليمينيشن دايت، اشيل حاجه من الاكل عشان دي حاجه بتعمل زي ما بقول كده بيبقى عنده سنسيتيفيتي من بعض الاكل، فاشيل ايتم الاكل عشان احسنه ويبقى في نتيجه كويسه. الكرونيك فاتيج لازم كده الكلمه دي يعني احنا دايما بننصح بيها كل الناس ان لازم ناخد بالانس دايت، دايت يكون فيه الماكرو نيوترينز والمايكرو نيوترينز، في كل المغذيات الكبيره والمغذيات الصغيره، مش بنعتمد زي الدايتات الفاشله اللي هو خد بروتين بس، خد بيض بس، خد خيار بس، الكلام ده مش صحي ابدا.
طيب برضو من الحاجات المهمه من الاستادز ان احنا معظم الناس دي بتبقى محتاجه فيتامينز ومينرالز واسينشال فاتي اسيدز الاوميجا 3. من الحاجات اللي محتاجينها البروبايوتكس عشان احنا قلنا عندهم ديسبايوسس، فاحنا عايزين نصلح الميكروبيوم. الكيو 10 كيو انزايم من الحاجات اللي بتعمل انتي اوكسيدنت، فمهمه جدا لان في اوكسيديتيف ستريس كتير، والبولي فينولز دي دور كبير قوي. للاطفال دي من الحاجات الحلوه ان احنا نقدر نديهم شوكولاته، لان الشوكولاته الغامقه مليانه بولي فينولز، والبولي فينولز دي بنفيتس كتير في الكرونيك فاتيج، فنقدر نديها لهم. نقدر نديهم حاجات ثانيه بس هي طبعا الشوكولاته دي هتبقى في العلاج مبسوطين بيها. سبلمنت ويز اوميجا 3. طيب ندي دايت ولا ندي سبلمنت؟ دايما بنقول دايت فيرست، بس ده خلاص واحد عنده ديفيشنسي في كل حاجه، فلازم عشان احسنه يبقى لازم ابدا بسبلمنت. بس طبعا لازم نشوف زي الطبق كده، لازم يكون دايت متوازن، ولازم اي حاجه فيها ديفيشنسي لازم اديها. طبعا ده بدايه الدايت، الفروتس والفيجيتابلز، ادي خضروات متنوعه وانواع كتير، بس الحاجات المليانه انتي اوكسيدنت، فيرمنتد ديري لان البروبايوتيك هيلثي فات عشان اوميجا 3، وكمان الفيش وسي فود عشان الاوميجا 3 وعشان اقلل الانفلاميشن. ادي سبلمنت، طبعا ادي سبلمنت، ادي ميلاتونين عشان الناس الاطفال دي كمان بيبقى عندهم في السيركاديان ريزم ما بيناموش كويس، عندهم بيناموا الصبح ويعني يصحوا بالليل ويناموا الصبح، فعايزين نظبط لهم الدنيا. ميلاتونين من الحاجات المهمه، قلنا الكيوتين انزايم انتي اوكسيدنت، فيتامين دي عشان النشاط، فيتامين سي انتي اوكسيدنت، فيتامين دي عشان الالام بتاعت العضلات، اوميجا 3 انتي انفلاماتري، المغنيسيوم مهم جدا للطاقه، الزنك، الحديد، كل الحاجات دي بتاثر بالبروبايوتيك. طيب ستي هايدريتد، ما تنساش الميه، دور الميه احيانا كتير الناس بتبقى شعره بالاجهاد نتيجه نقص الميه، لما بنيجي نعوض ميه بس الحالات بتفرق جامد كتير. طيب ما تجيش ايه؟ اهم حاجه يعني الحاجات الجنك فود والحاجات دي، اكيد يعني احنا كلنا عارفين ان الناس اللي بره مش يجيبوا لنا احسن زيت ولا احسن اكل ولا احسن حاجه. حاجات اكل كله مليان كيميكالز، فبيخش بيعمل تفاعل مع الجسم فبيزود الاجهاد، بيشغل الجسم، بدل ما الجسم والاميونتي يصارعوا والفايت البكتيريا والفيروس، لا بيصارعوا حاجات اول مره يشوفوها من صنع الانسان الكيميكالز. فالحاجات دي كلها ودي الابيض والسكر، الحاجات الاوفر اللي احنا بناخدها دي نمنعها. طيب الكافيين، مش الكافيين ده يا جماعه بيفوق الناس وبيدي طاقه، بيقول لك المفروض انه لا لانه بيزود، بس ناخده بالمودريت. اكسرسايز ثيرابي، الناس دي طب هي مسدوده الطاقه مش قادرين يتحركوا، الاطفال دي اخليهم يلعبوا رياضه ولا لا؟ ايوه اخليهم يلعبوا رياضه، بس لازم يكون حد معاهم. عشان كده قلت لكم احنا تيم كامل بنشتغل سوا مع بعض. جريدد اكسرسايز ثيرابي يعني عمري ما ابدا اقول له يلا انت هتشتغل اربع ساعات مره واحده دلوقتي، لا ببدا دايما ستارت سلو بالراحه، وابدا خمس دقائق 10 دقائق ونشوف. ولازم اعوده بحاجه اسمها، ودي احنا برضه من الاستادز معموله، ان لقوا ان الجيت من الحاجات اللي بتحسن جامد جدا الفاتيج. البيسنج يعني ايه؟ بيسنج يعني اخليه يعرف امتى يوقف، يعني بيبقى فيه عنده علامات كده، انا لو عملت ايفورت اكتر من كده هيحصل لي الاتاك، لا انت يعني لو ربع ساعه بيحصل لك يبقى انت تلعب 10 دقائق، لو انت بيحصل لك بعد 10 دقائق يبقى تلعب 5 دقائق. فالبيسنج ده مهم جدا ان يعرف يميز الاكتيفيتي تايم والريست تايم. من الحاجات المهمه جدا الووكينج، الهيدروثيرابي، من الحاجات اللي بتشيله كويس جدا ضد الجرافيتي، فبيبقى احسن كويس يقدر يلعب رياضه مائيا، من الحاجات الكويسه جدا، ويشيل اوزان بسيطه. الستريس مانجمنت ده دور العيله مهم جدا، لو طفل عنده ايموشنال ستريس او كلام ده كله او تروما لازم كلنا نشتغل فيها، الدكتور، الطبيب، العيله كلها لازم نعمل يعني نهتم. نلعب يوجا، خلاص انا بخلص والله اهو. السي بي تي يعني ايه؟ السي بي تي ده ان احنا نعمل بالانس بين افكارنا، مشاعرنا، وكمان البيهيفيرز بتاعتنا. فده من الحاجات المهمه جدا ان لازم يبقى حد معانا يشتغل سي بي تي مع عندنا في الحاجات دي فعلا. ريسنت ده اخر جايد لاينز بتقول واخر بيبرز بتقول ان السي بي تي ليه دور كبير قوي في الكرونيك فاتيج، لازم احسن السليب ريزم بتاعي. ميلاتونين مهم، سليب ويل، وكواليتي ذان كوانتيتي، يعني ما تقوليش انا بنام 12 ساعه، ايوه بتناميهم امتى، صبح ولا بالليل؟ مهم جدا الكواليتي. السيركيديان ريزم والجود سليب، لما بتنام كويس هتلاقي الاطفال تاني تبتدي تضحك وتاني يبقى عندها نشاط.
الفيتشر بلان ان احنا عايزين تاني نجاوب ريسيرش المفروض يحصل ايه، ان احنا عايزين تاني نعرف الميكانيزم ونعرف ايه حاجات افكتيف اكتر عن التريتمنت، عايزين نعرف باي ماركرز اكتر سبيسيفيك في الاميون سيستم، نشوف موضوع الدكت مايكروبيوم، كل الحاجات دي عايزينها في الريسيرشز قريب. السيكريت موديفيكيشن اوف لايف ستايل عشان تو فايت الفاتيج. ثانك يو فيري ماتش.